بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامج علم وعمل. العقوق، عقوق الوالدين، مفتاح للشر وسبب لسلب الخير والبر. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقرن طاعتهما بطاعته ما دامت في غير معصية. وروي في الحديث: لا يدخل الجنة عاق. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فجعلها وصية سبحانه سنسأل عن القيام بها، وهل حفظناها أم لا؟ العلاقة الزوجية هي امتداد لأسرتين، أسرة الزوجة وأسرة الزوج، ولا يمكن لهذا الفرع الجديد المتمثل في الزوج والزوجة أن يستقر إذا تأثر أصلهما وتأثرت أسرهما. ومن هنا يتأتى التأكيد من رب العزة والجلال لكل أسرة جديدة، لكل زوج وزوجة، أنه لابد من أن يكون من جملة ما يتعاهدون عليه لحفظ أسرتهم أن تعين الزوج زوجها على بر والديه، وأن يعين الزوج زوجته على برها لوالديها. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حقه أولا. ثم قال: يبين أعظم حق بين مخلوق ومخلوق بعد حقه هو حق الوالدين. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برك لوالديك هو الطريق إلى بر أبنائك بك، لأنه دين مسترد في الدنيا قبل الآخرة. والمثل يقول: كما تدين تدان. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، ولا تستعين بنعمي على معصيتي. طيب شلون نشكر لوالدينا ولوالديك؟ بالإحسان إليهما، بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه. هذا من تفسير السعدي رحمه الله. لرعاية الأبوين شأن كبير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فجعل من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى بر الوالدين،
بل جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم بر الوالدين على فروض الكفايات من الأعمال. فعندما جاء ذلك الصحابي مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي الهجرة والجهاد معه في سبيل الله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه فقال: تركتهما وهما يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وبالمقابل فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريط في هذا الواجب العظيم، وجعل عقوق الوالدين قرين الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين. لذا ينبغي على الأبناء أن يتقوا الله عز وجل في أبويهم، فإنهما بابين إلى الجنة، فليعظموهما وليقوموا ببرهما كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فإن هذا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك البر ونعوذ بك من العقوق، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم اجزي والدينا خير الجزاء، وبارك لهم في الحسنات، وكفر لهم السيئات، وارحم الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم أنزلهم منازل السعداء والأتقياء، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وتحفظ أمتنا وجميع المسلمين من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمتك وفضلك وعافيتك. هذا وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم يا أحبة على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم صحيح وعمل لله خالقنا الأجل، فهما طريق جنة وسعادة لمن ارتحل. علم صحيح وعمل لله خالقنا الأجل، فهما طريق جنة وسعادة لمن ارتحل. والبيت أمن وسكن، بثباته يزهو الوطن، فيه التماسك نعمة ليست